تقول أن الأماكن التي وردت في القرآن هي الأماكن التي مرتبطة برسالات الأنبياء، فيقول لماذا هي خصصة؟ يعني في أماكن أخرى لم تذكر ولم يشر إليها. ليس ثمة سبب، الله عز وجل ما قص عليها جميع الأنبياء، كما قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن ما ذكره الله تعالى من خبر الأنبياء منه ما ذكر فيه مواقعهم وأماكنهم، ومنه ما لم يذكر فيه مواقعهم وأماكنهم، وبالتالي ذكر الأماكن التي جاءت فيها الأنبياء ليس له خاصية إلا أن يذكر الله تعالى هذا المكان خاصية. فالأحقاف مثلا هي في جزيرة العرب ولم يذكر فيها فضيلة، ذكر الله عز وجل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، فذكر المكان لكن لم يثبت لهذا المكان شيئا، إنما هو لأجل الاعتبار والاتعاظ بما بقي من أثار أولئك القوم. فالجهات التي لم تذكر فيها النبوات لا يعني أنها خلت من رسالات إذا كان فيها بشر، فقد قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن الكلام على أن ذلك لم يستوعب جميع النبيين، وقد تكون تلك الجهات غير مأهولة بأحد، فلم يأتي ذكرها لعدم مجيء رسول إلى تلك الجهة لخلوها من البشر.